عمرة نصر بن عمران الضبعي قال سمعت ابن عباس عبد الله بن عباس بن مغري إذا سلم عليه مركي الله سلامة يقول وحديجري وعليك ورحمة الله وحديجري وعليك ذاسي وحيكو عطفنتها سلامتي قفك الله سلامي والسلام عليكم أديري وعليك إيه وعليك السلام بك أنت لكن سيدة بضان معها وعليك كريعين لجير هذا ذاتك المسلمين تهين أيا وعليك اللو جوابه لكن مسلم كادوك سلامه إن أسرع إساء يافي عن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إساء لجير هذا أيا في عن صحيح الاستناد ويا حديث كان قال أبو عبد الله أبو عبد الله وحريري أبو عبد الله وبخاري رحمه الله تعالى وصنف كوي كتابك إسكاله وقالت قيلة وحيتري وصحابية رضي الله عنها قال الرجل نبا وحيري السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ورحمة الله أيوه جوابي مالك كيف الرد السلام سلام تسيلو الردني وحويان بأحسن منها أو ردوها وي أما متكفي عن صدق وسلامي أما أنتو كويري وكالت ده لماذا هو يكون بنانتاي حسن صحيح وهي حديث كان سناد كيسارة ومعلق سيقة الجزم ابن بخاري رحمه الله تعالى كوكياني سيقة الجزم وحالي هذا تعليقه وحالوري على بسيقه سيقة التمريض هي سيقة الجزم تمريض هو يروى ويقال ويذكر وحسوي روية سيقة التمريض بالله لكن هذا وقال وقالت وذكر وحجزم بالي هذا بخاري مركة هذا سيقة الجزم بكوري حسن صحيحه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن القعنب القعنبي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أبي ذر وحير أتيت النبي عليه السلام عن أمه حين فرغ من صلاته صلاتي سمركه بغي فكنت وحانا أول من حياه قفك أور رئيس سلامة بتحية الإسلام سلامة إسلامك فقال وعليك ورحمة الله أيوري وكجوابي ممن أنت أذيك يا تهي مقصلاة بكجر أبو ذر مكونا بكو إيماني وتكراي أبو ذر قصدي سوى قصدي مشهور كهد يكو صعب سنة إسلام مديسة يا نبي أو حالة قرقرين يسر يكون جرن وعدو أي كنت أغنيين إنه النبي صلى الله عليه وسلم أو يميضه نبي أو سلامي كدبنا أرميه النبي إصلاح صدين يينو دين تدكي قارسيو وهذا حل لغن أنا كان أحد المكائيو أرميها بضنبو نبي أشياء عليه الصلاة والسلام لكن إن جريئه آدي آدو ديران أو حماسة بضنبو أبو ذرعو وكي نواقي مكا قده إذا كعبادك تيدا كنواقي شهادتين كنواقي كدب أي قفار وقريش إذا بطبضن وقيستين أبو بكر رضي الله عنه بكر ريبي أو يرويايا ونن كان سوى مكان نسان وارير غفاره بس عباس بوها لبدا مد بوها نا عباس بوها مركا أبو ذر الغفاري مركا حليها فكنت أول من حياه بتحية الإسلام أيان عابير قفقور رئيس السلام الإسلام كو سلامي مركا سلامة الإسلام كالير هذا ولذلك هذا وذلك يزادتك ما شاء الله وصير صحوذي يدين تقال الشدي يدي خير بدن باجرة خير بدن باجرة وعيو نقص بدن اسك جراء دانا وناقو سيد هروالة داما أول رقم مضح ضاي سياسيين تأيو وضياشة قبائل كأيو برقى إستاغان ونصلان صوماريات إيو إسك ما هي يكب الله مجرين هذا محاب الله وضي وحنو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعرم في عم وحنو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله كدي بغدا قاركود الحمد لله يصلي النبي إيو يكب الله وضانا وافتتاح إيو مارت خطبة الحاجة وعصر دوار رمال السوء دوينا إيو في عم وحيكميتها تطبيق الشريعة شريعة هذا إن لطبقه والغنغمه دي وي فربضان تهي قيمتها كقد قنطبه أهلا وسهلا وي قيمت الله لقيمت قفك وكقد نغمه والسود وين نوع رباها هذا سوي نوع الله نوع رباها هذا سو إن كميدة كمون نغمين إنت وكقد نغمه قفك أساقه حاليلي هاي وقف وراكسان وشريعة دي لنكا كهير جريوي مركا دي نوع ربما إن قف ورباما من عيسى الربعين وشريعة دي كهير جريو وكقد نغمه أو شعائر الإسلام كم موجيه لا سيما دادك مدحة إيه دادك عيونت إنها دادك واه أجاب هو كسي حق جيران أو مركي نينكي مضحظة هاي ومدو أي وحفير نيسي أو كريمة قرآن كوهد الله سلام إسلام كوهد الله افتتاح النبي أولي مادو دادك استجابة دو دي قادة شضا ودي إيو دانين تو دا ويكبضان تاي دادك عادي قابر كي هادلان قال النبي وحويري قلت قال النبي وحويري وعليك السلام ورحمة الله ممن أنت يا تاي بيري يا تاي وانين عصب ونبي قويمي اسمي قانان
مركا ورياته إسلامي مدي يأخوذي إسلامي جيدوا وكان موقتاي حق النصب كنصب كحق يسو ياته اللي تعارفوا بلا قربا أزمرنا قلت وحاني من غفار رين غفار باراي قبيلة من العرب غفاركم قبيل رئي عرب هذا وهي مركا رئي غفار باراي بيوري حديث صحيح وهي مسلمة وصوصاري حديث دير بكوك هاري قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يورس عن الشاب أنه قال قال أبو سلمة وحوير الزهري إن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حجري يا عائشة بيري يا عائشة تأذيب لقويي ترخيم بالي لا ترخيم المنادى حرف قدام بالسك حد في كرتها هذا حذفتنا حركتي أما كي حرف قدام بحركتي سبع سين أما حرف كامية صهر حركتي سبع دين كرتها لا بد وبنات يا عائشة يا عائشة بهذا الشيء وكرنا تأذى قدنيت تأذى حركتي هذه بشيك لك يعني أي صوت مبيع يا عائشة عائشة هذا جبريل كان جبريل جبريل وهي وهو يقرأ عليك السلام سلام من قوة قرنا وقول سلام يا جبريل باكنا وقول سلام يا من كل جبريل وهي ملك وهي قالت ما أرتجي لكن سلامتي النبي عليه السلام بقصو قدري قالت وعيت فقلت وحانري وعليه السلام ورحمة الله وبركاته سد هذه بس الرأسي ترى وحضرت النبي الله ما لا أرى وحنا أركين تريد وجد بذلك الرسول الله ترى وحيل هذا واحد أركته نبي الله وحضرت الرسول كذا كوده تريد بذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم وده وجد صلى الله عليه وسلم وهذه من فضائل عائشة رضي الله عنها أن الملائكة تسلم عليها ملائكة سلام يسي وفضل الملائكة الرحمن أيك سلامته وقف مسلم ومؤمن وسلام وتيستي وملائكته أي سلام يسأل نقطه دعاء ملائكة الأيماشة كجرته إلا أقبلي وفضيله إيه وأجر ونأسن وقاروي ولذلك ملك عمران بن حسين رضي الله عنه الله أمانه إيه أمانتي سمحها القدرة وكان يسلم أي حديث قصارت وكان يسلم أي تسلمه الملائكة ملائكة السلام جرتي عمران بن حسين من كراماتي بكميدهد عذر كان باب السيرت اللي هذا كله عضي باب السيرت سواء هذا قرمالي وحبيد هاري وحن صدي وفرد وكك عواي وإلى نبي يجري صلي في لمس فقاعدا فرد يسكيتك وديك رجيف كما مركا ملائكة أمان جرتو السلام جرتي كدبو إزقبي هدو إزقبي ملائكة السلام تهدو وكالتكتي مين السلام ملائكة مركا يعني توكل كي مركا وري إيو قناع عدي إيو صبر كي حق لها إيو إنت صدن بأجرك يا خير كي وناقل للسعودي رضي الله عنه وأرضاه ترى ما لا أرى يا رسول الله تريد بذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم كوداه إن ملائكته أي آدمها سلامته أي لا يقاضنا يا حديث كان أي سلامي كرتو قف دمرا إن لا سلامي كرنا ولا يقاضنا يا أي نبات له هنا دي في الدنيا آمن لقيا هاي حديث كم عاد بشر كي رجي وهوينك سلامة يا نوارك دونا قال حدثنا مطر قال حدثنا الروح من عبادة قال حدثنا بسطام قال سمعت معاوية بن قرة قال لي أبي يا بني ويلكي يو إذا مر بك الرجل هدو منك صامره وفقال أوكو إرادة السلام عليكم أوكو إرادة فلا تقول هديه وعليك كليه كأنك سيدة يديك وتخصه أكو خصيصه وعليك هديه رأيه كافر خضاب أو مفردة أكو خضاب ولا خضاب جمع قلي من الجمع الراعي وعليكم له كأنك تخصه سيدة يديك وكو خصيصه يأسر بذلك وحده وكريجي صلاة أكو خصيصي فإنه ليس وحده وكريجي ماهي ملائك بالله صعطة مقربين كتبدي بالله صعطة ضد كلام مسلمين جن مسلم كان لوان كلا سلام توري يا جمع كلك فإنه ليس وحده وكريجي معه ولكن قل وحاط هذا السلام عليكم صادق وريا السلام عليكم ده أذى وأرنت عيادة ولا جيده أصدق يوحى كلك ده دمبا لكن سلام تلقى بحياة وغادرة السلام عليكم السلام عليكم على ده كريجي ده تكره مركز كم حيزعة أساسا ده حديثك صحيح ويان أثرت أثر صحيح ويان وأثر بابا وحكوس أبصي يا من لم يرد السلام قف كان سلام تردينين قفرك كوتورة يا والسلام يسا سلام تكامل ردينا يا مركا كاسقى وحبكم يهلين ملاك إذا خير بدن بقى خير ردينا يا سلام سلام عليك حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن عروبة عن قتادة بن الدعامة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن صامت رضي الله عنه قال قلت لأبي ذر وحنقير الغفار رضي الله عنه مررت بعبد الرحمن بن أم الحكم بن صام مري فسلمت مركزان سلامي فما رد علي شيء وحبيك من ردينين دان سلام وسلام تقرر دواي أما هو قفقو حدعك تيرو عريسي يا رأكرتا إنو ما يهي ورن سلامت هذا بقيمة وينك تالا كاقبير وكيسا يوكو حقيرا يروا رأكرتا ورن سلامت هذا دبا كرهم ونين فقير وسكا مسكين
هدو مارك نينكن تاجر كام نقارها لكوصبحه إنه حوي ديسر وهو مرينا يو سلاتي سنك بين أذ لوسي دقيسن ماي دوي لقاسيلا لقاسيلاها دوي لقاسيلاها وحصلان تقدم بيو مسوق سؤال شيء هو ديسي قدام با سلاتي سنب أمام ما دروف قبابة وحقيبة وأمارك وصلان والباب كله فرنا يو أيو أركا صحنا ما هي قف كدوك السلام مسكين فقير بقى هذا وعليكم السلام ده هكيا ريسن هيا ريسن وتوكسر يا وكم السلام وعليكم السلام إن أترى ذوي قف هل قف دوك الجواب رسالة صحويا فما رد علي شيء ما جواب فقال وحير يا ابن أخي نبكو دعوينا يموت أبو ذر بقولها نكاز أنت سلامي بسلام تيجي قادواي فقال وحير يا ابن أخي ولك ويلكيسيو ما يكون عليك كرك هذا ما هانا يو من ذلك إنه سلام تيجي جواب واي بس واحد باته ما عليك من بأس من مشكلة من واحد باته كرك هذا ما صار روي ما يكون عليك من ذلك أرجع محاكر كذا وكاس كاس وجاري ما كاس وجاري أبغى كاس وجاري رد عليك محايا لو حكار رديي من هو خير منه كاسة كار ردي وياكوا خير بدن ملك ملك والملك بكار ردينا وياك جوابي أي يميني مديك زت أجناء ملك مديك زت جوابي أيها كار ردينا وعليكم السلام كل يوم أمزين أسمع هذا كعب مسي صحيح الإسلام مركب حد قرن يسا حديثك وحلقة فما يا سلام تا قفك السلام يسوع وح وجه إياه سلام كار ردي إياه أكو حرن يعني أكو حنان يا سلام تاي شرعية إن اسم من أسماء الله تاي إن هذه الأور رأي قفك أور رأي أدرك هذه لا تاي الرماة صوت نبى كسر يا شو جدرت مركب دو كان جوابي وياه كان ردون وياه حبا دنا كجرين مبالات إياه واحد دنا تكش شيء نجرين أكرر الله قدر على ملائكته إن السلام تردي ذو إذا نرجع فما يا مواصات كذا كمسلمين تين إسحريان وإيس سلامان وقف دو كوع رئيسيها عرضي على ود وحياة الأربعة بيسلام تكمل ذي السلامه أيضا نبلغ قدر الحديث قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا زيد بن وهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن السلام سلامة اسم واسم من أسماء الله إلى مقعيش ذا كمذا وضعه الله إلى يبات ودت شيء في الأرض نلك فأفشوه فافية بينكم نحذين كفافية إن الرجل منك إذا سلم على القوم نضهدوا سلامه وفردوا عليه كالرديان سلامتي كانت وحي النقنيسة كانت له باكجرته كانت وحي أسقنانيسة سقاسي عليهم كركوذ وحكوية لهم فضل درجة درجة هراض فردوا عليه وكالرديين كانت وحي أسقنانيسة عليهم كركوذ سلامتا وسلامي كانت فضل درجة با له أسقناتيوي أما كانت وحي النقنيسة سلامتا وسلامي فضل درجة درجة هراض عليهم كركوذ وكوري هاي هنقر له ما ينقر ربا واسيفي عن تمرك تقدير ولا قف بارز بهدوية مستتر وهي فردوا عليه كارد له وحاصمناتي عليهم كركوا وكله فضل درجة أوكي واسكين تمرك درجة إرادة أي كله لأنه ذكرهم محاو الله بدر جكوا شيء كو وعليه لأنه ذكرهم وحسوسيي السلام سلامتي السلام تعزي السلام عليكم مركزي وعليكم السلام براروين حسوستين وتذكير واي لما وإن لم يروا يجنا وير الدين مركا أسألها كل سلامة باللعبي لما دجروا حوي سلامة أو باللعبيو حسوسينتي وحسوسي لا راسك ويا شوي وإن لم يرد عليها دكر الدين واي خد عليه وحكر الدين يا من هو خير منهم تذكر خير بدر وادي أبوك هو ناقصن أو ملاعقة أصوم الرأي حديث صحيح الاستناد ويا أو وموقوف أصو أو مرفوع عن واس صحي أصو مرفوع عن واس صحي ابن أبي شبي بيهقي في الشعب قصة صار الحديث قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال حسن البصري وحيري التسليم والسلام الدهورة قفك وسلامي تطوع وسنة والرد جواب تلقى جواب يرى فريضة فرض ويان مثلا فقهاء الشيراوي دور شيء وسنة هي فرض أي سنة فضل بدنتهاي فرض كان لقى فضل بدنيه سلامتك هم متقان هذا صومر إن سلامته إنه القفك وكدر الجدري يا قفك صلاة السلام أيه مرك وانا سنة واقع حسن بسر حول التسليم تطوع وسنة والرد فريضة إن قفك ورديه وقفك السلام وكجوابنا فرض ويان بريا معها تطوع معها هدان دور معها وإن قفك كسلامي السلامة وكسارمت هاي تكليف مكلف بعتها ولا اسمع كسر جوابته والرد فريضة وصحيح الاستناد وحديثك قال رحمه الله تعالى باب من بخيل بالسلام قفك السلام تكون بخيلة وصلانته وإقاعد كاتوا صلانتي با أن أدب أولئس با أين أوهينين وناقي إذا با أنفيرينين دم بكالعين
كبر كأنت بدن كمدة وحكينا أقول أنت كمدة اهتمام لأنت ضاعد يا خير كأيو غفلة قفك يكون جرتو غفلة أيها كمدة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثنا عبيد الله بن سليمان عن أبيه سليمان عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما قال الكذوب بيناله أقول بين بلدتك من وقفك كذا كب شيء على يمين دارتيس دارتيس والله وصاص والله وصاص دار بينهم يمين القموس بكسي دارن أو حوالد ده لو جو صنايو يمين تاسع أقول بين بلدان والبخير بخيلك أو بخير سمنا من بخيله بالسلام قفك سلامتك بخيله وي بالسلام محيلي بك وايسا محوالة لقاء قادر ايا بقول لك هذه بالسوق وقفك سلامت وي مركا قفك سلامتك بخيلك أو بخيل سوي سلام قفك على بخيله بوحك لك كهدي وحك لك مهريست مركا والبخيل ومن بخيله بالسلام أسوي أجر كهل لها درجة كهل لها محبة إيمانك إيمان وحجيه سلامتي ومقع إسلام يقع إلهي وحصور دم أيو نفتي سكب بخيله وكجابيه والصروق صروق كثير صارقة توب توقف ليس أي بلانت هنا كأوتوكسن معناك كأوتوكسن من سرق الصلاة قفك الصلاة دي سحذوي وصارت لفظ صحيحة كصارر سرقة الصلاة صلاة الله حضه والتفات كم يلا على فيرفيريو ركوع دي سجود ولا هجا جوايو إسك تورتور أو إسك حر حرتو نفط هذه كبر شكتو نفط هذه حد وش خير هي وناجع نفط قفك نفط يس وكجابيو تي وحويان واتوجنبوي صلاة دي سو حضايا حديث ضعيف الاستناد ويانا فضيل بن سليمان فضيل ابن سليمان صدوق كثير الخطأ ويان وصدوق قد يساب بدن ساسوي الحافظ بن حجر في التقريب. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أبخل الناس ذاتك أوب خيلسا الذي متكي ويبخل بالسلام سلامتك أبا خيلايا وذاتك إنه سلامة أبا خيلي وإن أعجز الناس ذاتك متك أو عاجزا أو عجز بدن أو عقلي حن من وقفك عجز كعجز بدعاء دعاء إنه إله بري سبحانه وتعالى الله بري دعاء هل دعاء دعاء استجاب لك يا غير هذا واحد رتبه هذا شو وإله إجابة كوا فتشي سبحانه كلمة دعاء هي الله بري إلى الله يري سنين ويا إله الله بري سبحانه وتعالى سرا وعلانية خفية وجهرة إن إله الله بريه وإله دعاء دي سلا بديه في سجود لقب بريه صلاة قراش هذا الله بريه اللي هي آذانك يقول حيث الله بريه هبينك الله بريه اللي كسر إلهي الله بريه نفط هذه إلهي أو بريده عروت هذه إلهي كذا أو بريده جيرانك أو بريده مسلمين تسيقود أو بريده وحيد بعد تسأل أو بريده دعاء ذا يدا ده برا وحاول يعني نفع قد تاسك وصو نقل مرة ملايك بابا هذا دتك كرود عيسو آمين ولك ولك بمثل بكل هذا دعاء ذا سنو حي كده أنت هاي قفك إنه يهاي قف عبودية دي الدور ماذا لقى هلاي قف إلهي بريه يقع كل تجايو وقف متواضعة وسدي بي وحيرت يقود منا إنه نلحين الله أوبهاي وأوبهاي وفقيري أي تسيسا إسكبرين إنه كجرين ولذلك كوة الدعاء كتر كبير بالوت البابي إن الذين يستكبرون عن عبادتي بلايله دعاء بلايله لاي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلوا الجهنم داخلين داخلين تفيري والجزاء من جنس العمل كبير كم حكى سور جيلة ذلي يهانة يحقرات مالك ما داموا كبري نار تأسوا الدليسين قلا ياوي نار تأسوا الدليسين أيو قلا يا مالك الدعاء إلا بتصده والله يا رئيسنن الله فضي سنن بعد ربا إلهي الله بري سبحانه وتعالى قال طلبة العلم يا علمه وإن قدوة نقضا في هذا الجانب لنا عايضة وددكو أين الدعاء دي وحلقاء البحي ولقيت تقي أهانا إن أواركن أو نقف كمارتي إنو قعما كونو تاغو إلهي بريو وإنو أواركن مارتي قف مسكين مالسك تاغن أو توقسنا يا وبا يعني الله الله توقسنا يا الله الله بريا سبحانه لا تسألن بني آدم حاجة فسأسأل الذي أبوابه لا تعجبوا ها ابن آدم كأنت تركيزين لهات وضبري لهات أما وحمودي لهات الله أن ألبابه سل حجاب لحرن الله بري الله يغضب إن تركت سؤاله وبري آدم وبري آدم حين يسأل يغضب من إله سبحانه وتعالى وعرانا بري ويضو إله بري أتكب بري ويضو وابكو عرام سبحانه وتعالى وبالعكس بشر كفيري يا إلهي سيقول الدويين إلهي غني النمو يا أود وحكم بحيو يا حلمي يا دقاد يا الرحمة يا صفات كمالك آدمه أنا لحين هو نكبقي إن قعنتي سئنا الأمات سبحانه يعني يدقع ميز مك إلى نبي كهذا بعيري سحاء الليل والنهار سحاء الليل والنهار لا يقيدها شيء منذ خلق السماوات والأرض سماوات الأرض ما أنتوا أبوري أنت قعميز إلهي بحير
روكي بوداسيني حوليه بو أبو إيو مارتي ترميني عانيه بو نصيني روكي بو حنوغا سو صاري عافيماتك بانكي إيو نصيني إنك با ترمينا وعصو نبوه رزقي من الله سبحانه وتعالى بنو آدم كان لكن هداد بريغو وكو عرورا يا سيده هرا كو أهان مهيو طب ماني سؤال ويديسته ماني طلبا سيده هرا إيه مركز قصوا بحضان سكولو إلا عدين جتين كوفر عجري من نقنا يا وخضوع النمدي سيكميتها بنو آدم كخضوع ضعيفة ويان صحيح الاستناد ويا حديثكم مرك عاجز وقفك كعاجزي انو الله بريو وانا باهي وقفك عاجزي وباهي هاي باهي ديسي مرك انو ويديستو الله غني قعدت زي كجرت باب السلام وسلامتو السلام وسلامه على الصبيان عرفت الله سلام عرفت يا ريك والله سلامه بحي فايدين بحي فايدين سوا دعو وحا فايدين سوا الرحمه يا عطف يا دمرين بين قوم وحي فايدين سوا تربيه يا تبر عرفت الله تبر هاي وحي فايدين سوا عرفت ريك جعلها ويشعلها يعني نيجي سلامه وسلامه ايوه وجعلنا يعني حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن سيار ابن سلامة عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه مر على سبيان عرب صامري فسلم عليه مركزه سلامي وقال كيري كان النبي صلى الله عليه وسلم اوحوها يفعلوا كي سمي رطب بهم ساسو يفعلوا كي سمي بهم ساسو سمي يجري نبي قال سلام يجري له انس تبارك النبي وتا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وعرضت ديار كادي وحي لو تبري هدو يدرا يدرك كتبريا marka nabiga salaam jiray buuray hisaas darteed ama waan salaami ah waan salaami li tadriibihim ala al adab al shar'iyya adabta sharciga lagu tadriibinaya waana naseexo oo aad iyo aad u wanaagsan bay waxay u tahay dadka waaweyn arinta inay qaataan nasiha naseexo weeyaan waxay naseexo u tahay dadka waaweyn oo xagee inay iska tuuraan rida al kibriya ha go'a kibirki is weyninta ay ma yareen xusheegi ha waxan ka salaami ina tiraado ama waa caamay ama waa waxan waxba haysanin arrimahaas oo dhanba kibir weeyaan marka kibirka waxaad kaga tuuri kartaa inaad qofna aadan salaanta kala bakhaylin asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah saas weeyaan horo tawaaduc iyo liil janib weeyaan qaal xadadana maxamed bin cubayd qaal xadadana ciisa bin yunus an anbasa qaal ra'aytu ibn umar baan arkayo yusallimu cala sibyaan caru salaami xaggey joogeen fil kutaabi dugsiga dugsigay joogeen caru dugsi qur'aan oo dugsiga jooga kutaabku waxaa lahaa meesha alqiraa walkitaaba iyo حفظ الأمور الدين كيو قرآن كبرشة يسيو شريعة برشة عرضها للغبر أيها الحالة ده الكتاب كريه قرآن كريه وحوين كبر سلف كعادوا ما هن قرآن دتك كريه يعني بران وهكذا الله فدي قرآن كقول حفظ السيو هذا بدنا اللي سيده يا قرآن بعد برتاي أرد سكول كأت أما أرد شقيصة سحمها وقف ملب أنتي اللي ودي بي ملب كواحد كوال ملب هو بوحة واحد كجيران على لو شيءين ملب أنتي weel lagu xiray oo afka laga adkeeyay ayaa leeyahay orod qaad dhabarka kuwad ha dhabarka kuwad hadhow xiray wax culayskeeda ma wadi karo waa iska dhigi buuray waa iska toori wuxuu tooray waa malab qofka quraanka yaqaana haduu aadaabta sharciga iyo quraanka wuxuu yahay iyo waxa uu ka turan yahay iyo wuxuu ku saabsan yahay wana fahmeen fahmeenin nasiib darada dhacday way mar walba ogtiin soomaalidu waxay u yihiin asal in caruurtooda quraanka ay baraan oo ka yaryihiin haddana waxa u badan انت افلحده اني اد ويراتو انت كره كتاب خوركا اي بداتو كتاب خوركا بدن سنتو waxaa weeyaan dugsiga quraanka waxaa rabaa inuu madarasa noqdo oo macnaha di waxaa weeyaa ixdaa kulli haqan haqa huwa lojeeda quraanka waa mucjis xifdigiisa culus barashadiisa muraajacadiisa wax badal baahan in waqtiga istiqraaq lagu sameeyo ma ahe waxa laakiin laga wada hala socota aadaabti iyo tarbiyada islaamka iyo muxuu aha umuri kale ayaa laga dhaxbixin ku dhex jirto ku dhex jirto haddaw imaa marka quraanka tuu barto uu kaa aflaxo kaa tagaayo ha noqdo ilmo meeshii nin wax yaqaanaa noqdo ha nin wax yaqaanaa noqdo oo meeshii uu tagaba kala qabsan kara baabu tasliimu nisaa haweenka oo la salaama salaam haweenka wax salaama cala rijaali ragga salaama ragga haweenka haweenka rag way salaami karaan ragguna haweenka uu salaami karaa idaa umina alfitna baa ladhaa haddii fidno aamin laga yahay oo meeshaasi fidno iyo shaydaan inuu wada kasoo dhigta aan laga baqaynin وإلا هذه هذا الكاسي يمعاني سلامتا أي شيطانكو وكاسو قلايو فلا تخضعنا بالقول بلاهي فيدمع الذي في قلبه مرض تجرم بها جراء وسلامتا إسلامك إلا سلامة يبا سودوين يوحك الأمة لنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب رضي الله عنها أخبره أنه سمع أم هاني تقول وحيث لذا أم هاني ذهبت إلى النبي نبي عليه السلام بان هذا وهو يغتسل سوى قبيسا فسلمت عليه وان سلام فقال وحير من هذه واتوا مدا قلت وحاني ام هاني بانهاي قال وحير مرحبا بام هاني سوده ام هاني وين سلامتي مرحبا وان صام الرباب باب قولوا مرحبا مرحبا قفك الوسود ويا
سلامتنا للرديو ووقفك أوينك أي رجع سلامك أرتوي نبي نتو سلامي وكل رديا اللي جا قعد مجرته أفكو كقصر كل رديه ده أنا هذا مرحبا يسوع لوين بقول رعي رسولك عليه الصلاة والسلام مركا وتشريع نبي جنوب النبي صلى الله عليه وسلم نبي جنوا ومعصوم وما ذكرنا وحلا شردنا يا دتك كله الأمن من الفتنة بلا شردنا يا نعم ما كل لقبي سنة بل هو يسنة إلا هذا اللي كرنا حديثك ولا قعدنا يا والنبي هو قبي سنة مركي قبل له هذا شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا مبارك سمعت الحسن يقول كنا النساء هواك وحيا هاين يسلمك وسلام على الرجال رجل سلام يجرين حسن الاستناد وهي أفرتنا يا ضاه وهي سلام يجرين أفك كسلام يجرين بالله والله باب تسليم على النساء إن رجى هذا هواك أي سلامان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشم قال سمعت أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد مساجك وصام مري مساجك أيو صام مري أما أسماء بنت يزيد وحمل طريق خلاكو إيمان دورا أسماء ذا سميد داي تاي يا أسماء بإبنة يزيد واي يا سمعت أسماء يا مقلي أو سحابي هذا لم نقوم هيس أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وصام مري في المسجد مساجك وصام مري وعصبة من النساء وجماعة من النساء وعصبة كح من النساء هوينا قعودنا يفديان وعيو فديان أي صامري قال مركز النبي وحوو تاغي وإشاري بيده قعنتي سيريهن حق هذا بالسلام السلام سلامتنا تنو ورع يقو قعن كيو لتاغي لما أقر قعنتي بتاغي ويكي يرفق يهن سيو أركان نبي ونو سلام أيه وعليكم السلام بمركز نهيان قعنتي بتاغي ويو كفق. فقال مركز النبي عليه السلام وحوير إياكنا وعاد اسكيرا لسان وكفران المنعمين كو النعميين نعمة إيا قلد إيا أمالك قلا إنا كو كفرسان اسكيلارية إياكنا اسكت دورو اسكت جرا حذرنا كدكتون هذا وكفران المنعمين كو وح النعمية إيا أمالك إيا قلد إنا قول إنا كو كفرسان إياكنا وكفران المنعمين بقعد يا نبي قال ذو حيتر أسماء بنت يزيد قال إحداهن وأسماء الله افتر كيدا ويا وحيتري نعوذ بالله يا نبي الله إلهي بان كما قال لي من كفراني نعم الله نعم الإله أنا كفرينه إلهي بان كما قال لي تا إلهي يعني نعمين كاسي حقا سوقاتين مركا من كفراني نعم الله نعمت إلهي وكسيينا تترى ومباشرة وتصب إلهي روكا ساقف كوصة مريم مجر من روى وحاول التسبب ويانا ما الله يشكر الناس لا يشكر الله ويانا وفاو حقوق طري إلهي لكشوري قفك لكشوري. قال ذو حيث الإحداؤن نعوذ بالله يا نبي الله من كفران النعم الله إلهي بك كفرني إلهي بك كما قال لي وعن كما قال لي نعوذ بالله من كفران نعم الله نعمت إلهي كفرنت هذا إنا كقالونه مركا ميسد على إنا نعمت إلهي كفرنه. قال نبي حيث بلاء وعيد على إن إحدى كنا من الدين مدى إذيك إنا ماذا تطول وحاديران أيمتها بعديران من لانت هذا ديران أي ماذا وحويان وانكت المرأة لا زوج لها نحن نلعين أما ما بقول سنو قبر ويان أو مدبر من نسوه يسا إلهي بيس إلهي وإلهي نصيب كي حمين بإلهي كبر يسا أو نلعوي أما وي قول ستي وعلى فرع أما وي قول ستي وعلى قد انتي انت بقى أي مال لها مركا إن إحدى كنا تدور وحديران أي مطهان للانت هذا يأي مدن للانا هان كدب أي قول سنبا كجرت باشر سرواية سعطة عدنس ثم تزوج وي قول سن مرك يجوزتهم يعني ثم تغضب القضبة ما لين بيعرون إلى ورقة كان إسقابه إنسو عرون أيانه إسقفي اسم الناف ودعية ويعرون عرض حدود اللي ما يلان النساء فتقولوا حيلها والله ما كنا أرتاي ما رأيت منهم إن كان كماركن ساعة هل وقتها خيرا خير كماركن قد ورقي وخير كماركن ميلاده وحين أنت اللي سوي إن عمل واقعي كميت عفافك يا دوسناتي أي كنا دوسناتي أي كميت يجري يا مسكن أي كميتة ملبس يوحى عرته أي كميتة مشرب يماكل عنطدي النلاش غير كذا ناي نك ذا ناي كفعلقة هذه الرمي هذا ضمبا يوحى هذا ولقي خيركم معكم بيله. فذلك كميتة ويان كفران نعم الله نعمت إلهي ولوكم في مدة ويان وذلك كفران نعم المنعمين كون نعمة كان قوسا تقوى هانا نعمت هذا لوكم فيه وتعس إلهي لو تكون في زي عاتكون نعمة أبغى كون قال ولا قوت أيان واتكون في زوي أرين تاسبك إسكت جربوا النبي عليه السلام سيقارا وينك اللي ودع ضاي مركز عراضان
وحصل وكهل لك أنا قارقده وكهل لنا ها وحقيرك وما أركد وأنا أنا وهايسته وأنا كوما هايسته ها المهيجا يعرور تيدا يسكت سبر ما كجوا وإذا كانوا دمك وطوريسا ما كجزء يدا يقيبته والخلاف كإنه يكون كاتاف في عرض تراهذو هل كاس ولا يخل دنت هاي هل كدبات هذا وهايسا حدثنا مخلد قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية مر بي النبي صلى الله عليه وسلم متر أسماء ابنة يزيد نبي صامر عليه الصلاة والسلام وأنا أني في جوار أتراب لي بين هذا في جوار أتراب لي جوار كواد قرأت درس يزداد صلى الله عليه وسلم وفرية أتراب كنا وحويان وقبلها اسكو دادة عروبا وراك لا يمحور عروبا أترابا وضد اسكو داوي مالك قبلها اسكو دارس اسكو دانا هيا اسلافة دناوي وانا نقو في جواري أتراب لي قبلها اسكو دانا هيا اسكو ايننا هيا انا اسلافة دناو فسلم علينا وانا السلام اني مسايك جوغينا وصوم الرأي وقال مكاسو النبي وحجر إياه كنا اسكجرا وإذنك إياه وحينيك لديها وكفران المنعمين كوا النعمة إيابالك إنيك لنسك كفيسان وكنت وحانها بليله أسماء من أجرائهن هوين كما يشفى ليك بدا أودي رنا شبدا على مسألة نبي السؤال شيسي هذا الكعرين تيزا أنا أودي رنا واتك أوقيزي سنة فقلت وحان يا رسول رسول الله وما كفران المنعمين كوا النعمة قالي أولو كفرين محالك ودا نعوذ بالله ويأكبهن قالينا كفرين النعمة دي سيه ما كفران المنعمين محيطه قال نبي حير لعل إذا كنا وحاد أعلم الدين إنه تطول دير هذا أيمتها إلا أنت هذا من أبويها أبياشة الحق إيزا حق أبياشة إنا يجزو جيدو وإن ننهي سنين ثم يرزقها الله إلهي ما وحكو أرزقها يا زوجنن ويرزقها منه وحوري وكو أرزق حق إيزا ولدا إلما يبقى فتغضب مركزي عرنا الغضبة عرو فتكفر مركزي وحكو كفرين إيزا وحي النعمة يا أبال الله قرأي دنبا هل مربي داغن فتقول وحي ديس إليسا ما رأيت مارك منك حق هذا خير خير قد ورقي وخيرك مارك ميلاد ها روحي لسوودي او خير يا وناغها في انت صلاه ايا لسوودي وايدنا وناغ بين هذا سنه وناغ بولها قفنا قفك قالين وما كان او حقيره او وحلان كدغه ما هي وان ابالكي وناغي الله المامن الهي وحوله ولا تنسوا الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم ها فضلي يا ديراتي يا ساكي سفلكي ندخي ها المامن ها هذيك صحيح ويان بعض من كره تسليم الخاصه تد خاصه الا سلامه كرهوي dad soo dad fadhiya meel ba u timid hal nin umbad kaga dhawaaqday hebel wa salaam aleekum atri ha dadki kala dhanba waa dhaxmartay taas la diidaya assalaamu aleekum bay wadaleeyeen oo deeqda ayagoo dhan salaam ay kala qafa salaanta si gaar ah uu khasiisin hadathana abu nu'aym an bishr an bashir bin sulayman an sayyar abul hakam an tariq min shihab qala wa huwa kunna inda abdullah julusa abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu man aktisa fadhinay fajaa wa hayyimid aadiruhu خادم كيسي بايم آذين كان هذا حاويان قفك خادم كيسيها وغيسيرها يا وقتك إلا قاري وهوليه سيا خدمة ديسي كل أحجرة آذينه ساسويان مؤدين كبزاد كأذاب هاي كليه الشرط ما ينهو نغضه وعند ذكرتها لكن هذا خادم الله وضع فقال وحوني لقد قامت الصلاة صلاة والا أقيمي ملك أساق ما أذامن قال هذا والا أقيمي مولي بوليه سبول الله ويسدي هوليه يحبون ببايا وديارنا يا صباح بوليه فقام واقع عبد الله بن مسعود وقمنا معه وانا وان راعري فدخلنا المسجد مساجد كبان قال لي فرع الناس الركوع صلاه ولا ما قال لي ملك ما ادري كينو نهايه بدرنسا ما ادري كذا كانت تكره ولا جوغا صلاه ولا الركوع ركعته هري كو غارين فرع وحو ارك الناس ددكيو ركوع الركوع سن في مقدم المسجد مساجد كورتيزه مساجد كورتيزه يا صفوف توري او صلاه كو جيرته ركوع سن فكبر واكبار تيم مسعود وركع وركوعي ومشينا صحني يعني يلو صفكي غارين ما انتي ركوعين يا ركوع دي كو سوديس اي غارا صفك وفعلنا مثل ما فعل سودو يري وكله يعني نغنا يلي فمر مكا ارنتاس رواها تي وسبي ابو بكر وكله صحابي اللي ابو بكر نفع بن حارث لكن انت الربيع عليه السلام وانت في خلف الصف وسو غاري نبي ركوع سن دون ركوع ابو صوص خدينا مكا سو النبي عليه السلام مركو ويديه اسكو شيخ خويري زادك الله حرصا ولا تعود هكون نقنن هكون لا بن ميري مركا صلاه ده مركا سو غادو صلوا ما ادركتم وقضوا ما فاتكم وي waa kasoo gaadana la ku xiro ama rukuuc kasoo gaad ama ictidaal ku la qabso wuxuu ku dhaafana gadaal kala imo laakiin adoo safka soo gaar inta soo rukuucdo socodka yarinkaasi waa la diiday fa marra rajulun musri waxaana soo maray buu yiri nin degdegaya oo la fadhiya oo meel bal la jooga qisadii markaa salaad gudeedii maaha
يعني صومري فقال وحير عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن أو إندو يري يسلامي كل يسب مجلس الشيء فقال عبد الله مسعود حير صدق الله وبلغ رسوله صدق الله وبلغ رسوله إلهي الرنبو شاي رسول كلا وانا سوغارسي رنت إلهي هي حقيقة هي وحي إلهي حقي زنوغتنا هو ذرنتها وانا قارسيي أو حكمينا وحونا سوغارسيي إن الله أقلين سلام الخاصة وقف كريجي إن صلاة الوخصي سوحي وضده ولجوغو من كان مركا وحي نبي قلنا قد قايبه السميييوي ونبي عليه السلام وحي نعيدونا ونشيغي علامة الساعة كميتها يو تير نبي نشيغي ونوم وقتا صدق الله وبلغ الرسول وسلس هذا القصاص كو إذمارنا كو جيره فلما صلينا رجع مركا انتو كان نيوان لابتي فولج على أهله عبد الله بن سعود عبد الله بن سعود رضي الله عنه كوري يسمو قلي وجلسنا في مكاننا بوليه دارق وحوليه وماشي واسك فريساني ها في مكاننا ننتظر أنه السجين من مسعود ونصبحه حتى يخرج له وكصبح السجين فقال بعضنا بركانا لبعض وحيكونهن أيكم كينيبا يسأله سؤالي محال السؤال يا محال السؤال يا تسليم الخاصة صلاة قف قارة صلاة وخصيصه إن مسعود لو يري صدق الله وبلغ الرسول هو يري أو إنكري هو حالي ونبي كدقى وهذا نيسا كم مغري إنا نيسا كم مغري نيسا كم مغري إنا يتهي ترى ربا أنه أفسر إلا سنة مرة فسرنا صدق الله وبلغ الرسول ومير مركة تريبا لو ويدين ربا أيكم يسأله قال دارق وحوير أنا أسأله مركو صابح أنا ويدين فسأل واسو علي فقال وحوير إن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ورتكوريه قال النبي وحوير بين يدي ساعة ساعة قيامة هرتيلا وحاها علي تسليم الخاصة سمعت من علامات الساعة بكميت نينك المنطقة بنت أردى يا سلام عليك يا أبي عبد الرحمن لها ومن علامات الساعة بكميت هيبة قيامي وحيالي النبي وحيالي النبي وحيالي النبي مركز أركتان صلاة تسليم الخاصة بكميت داد مالو فرده هل لغا مقعده به أو لغا سلامه وفرشو تجارة تجارة أو فافترة من أي علامات الساعة بكميت هاي تجارة أو فافترة وحولو ويفيد المال بيت حوله بضان هاي حولها فرها بضان إيو نقالها فرها بضان إيو دادك عراد هاي رعاد هاي وقريالا دير لسان هاي إيو كل علامات الساعة بكميت وكي جبريل النبي عليه السلام يجري ما أماراته أمركو يجري علاماتكو شيء كميت هاي حول بضان اللي هيري دونه دادك إسمد البضان كل دعدونه دادك فقراء ها ما أنت لو حوي وحول إليهين سماركبا حتى تعين المرأة إلى ناكتا يكالميز زوجها من كذا على تجارة يكالمين وهي بلاي كامار مكاري ما قال كيف رسوله حسابته إيه سبا يؤدي تأيين نقو أي ولا هي حوله ماشي إيجارين من كبا كوف الله وهي ومارين لا ما قال سوسلان تقو قيدين ولا شغل يلقب وقد عل رحامي رحمك يا قرابضه اللي قوينا من علامات ساعة كمت وفشو القلم قلم كي يحقرد أو فافته ومال هو بوحلو قرانا من علامات ساعة كمت مال والبوح الوقرة وقرالك أبطه سمارتان ما انتو حدعي يا كمانانية ملايين قرالة وحاق نقول القرى ايه اللي الدراي ايه اللي كالدري ادوك ونسكوب ماري هالمار سكور ايه ايزاني وعيرو قرالة هو القرائي من شارق الارض يا مغاربها قاريزة قبل غروب الشمس قرحين تيدعين ايو قاريا وحيرو ساك القرائي يدونك ان هالمساء وسوه ايه وفشوه القلم قلم كي قريد الله وضايه يا فافي ودك وقرا قرالك دو يرا انت وقوليس ويريت كدب علمي بابطي وحبال قبرت قرالك على برتي هذا الحدود قرالك دي انت اسلو جوجتون باس قرن ومساركي ويسعوت مكه حايم هذا علابتن هو لا يدلش قاريس وفشو القلم وظهور الشهاده بالزور مخراتك بينتا او سو ظاهره او يا انغا مخراتو وا هيل واساس ليراد قف ان امان ايو تاغيره لغا لغل دول دحو او وخونا نهين لوو شيغو او لوو حييسيو شهاده الزور وي حييسين تبينتا سو غريس وكتمان شهادة الحق شهادة الحق يعني مقراتيكي حقها يرونتها ولا قريه قف كانوا واسكون لحصنا هاي يحمان ما نقدر حيسيه هدي الله أما أنا كان بين بيقول نقن يحبون نقن يحبون نقن إلا يراه ذو إن لا قريه دينا حق يسي لا قريه كتمان شهادة الحق شهادة دي حق هذه مقراتيكي حق هذه يرونتي حق هذا ولا قريه أيضنا من علام صاحبه كبت وعاو نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام لما انتب وحجروا هذا التاقوي وحكم قميات قرنيسا صحيح هو حديث لغيره أحمد يا حاكم بس صار الباني سلسلة صحيحة يقول صحيح يا قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا لي قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن الرجل النبى سأل الرسول الله نبي عليه السلام وحول سؤال أيون السلام خير إسلامك معه خير بدل خساشي يسوي لبادرتك وحق حق اجتماعي يا مجتمع قال تدعم الطعام وانتظر قوضي صوت الكسيس وتقرؤ السلام سلام تنادى خريسوك قارسة على من عرفت قفك التقانو إيه ومن لم تعرف قفك قردين أسلامت مسلم بهدو يا سلام حديث صحيح هو في السحيان وقد مر صوم ري باب كيف نزلت آية الحجاب
آية اللي هي آية الحجاب سيكو سودكتي يا أيها الذين آمنوا إذا لا تدخلوا بيوت النبي قبل أمس إلى قوله تعالى وإذا سألتموهن مطاع فسألوهن من وراء حجاب يعني آية ده سيكو سودكتي. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن الشهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن 10 سنين تمن جربوها مقدم الرسول لما كنا نبي صلى الله عليه وسلم المدينة مقارنة المدينة لما كنا نبي صوغري أنس تمن جربوها فكنا وحيها ينبله أمهاتي هو يوين كي وهو يديس أو مسلمة إيه بريرتيس أم حرام بنت ملحانة إيه يديس أم ملايكة أمهاتك وجمعنا يكوهوي فكنا أمهاتي هو يوين كي وحيها ين يوطيونني كوي يقدر داربا يوطيونني كوي يقدر داربا ينسيحية نسق لقاري يواذبنني وحيقا يمر جرينا مواظبة إيا دائمه إيا ما هي يواطيونني يوافقونني إنا وافقه أن قربوا النقض النبي أي يقبل رنجرين انت بالله وضع على خدمة النبي خدمة دي سيقدر دار بجرين يقول نسيح رنجرين فخدمته 10 سنين 8 سنة النبي مدينة وجوه قبل أنه خدمة يبوله وتوفي والله وفسد النبي وانا ابن 20 سنة 20 لما تنجير أنا أبو النبي انت عليه الصلاة والسلام بالعرس فكنت وحانا هابوله أعلم الناس نينك دادك أقول يقانا بشأن الحجاب آيات الحجاب كصاب صن قبلها مؤمنات قال لها إيس حجابانو وهيس أسطرانو آيات داسي سببت كسوة دي تدك أنا أواقانا مركزون نبي اللعبي وحجر فكان أول ما نزل وحقوه الرسول سيدك وحوها ممتنى رسول الله مكن نبي أرسلنا صلى الله عليه وسلم بزينة بنت جحش أصبح بها عروسة أصبح أراسة يواجه بريي وانت ولي مدي حول قول عبال لقارن ينبي عليه السلام يلوسه قلبيي هبينك هو أراس قلي صباح دي بولي مدي يدفك سكو يردي دي أيال الله بالله واسكا برنان تحدي باتها مالي دي قبل اللي قلبيه ودي قولي قدين كيدي اللي يوقيا والله نكاحي قولي قدي اللي قيه لو قلبي عاو إس أركان صباح دي دانا اللي يرادة ننكي ينرير تيزيو دي قرير دي قنا ولي مدي يو ولي ما تعرسي اللي سكوه ماضو دي باتها مالي ها دي مالها ميلا قار روي بكجر تابع ميلا قار ويكدع على هدى ذنبا أن دد با أساس إنك ستوي كوير حيل لإرادان قبل انتيل النكاحو ننك اللي قولي يسكلم عاملي أو رير كيزهان أو قولي اسك إيمان أو قولي الله برنين أو ساس قوضنا إلا أو يالاتك كسو دمين هيا انتو يالاتك كسو دمين هيا حساب بألوغ سوغايا حساب بألوغ سوغي مركو حالي وطا قبل والوغ قولي والوغ نكاحي ورير كاذي مر الله مكا صوبو قرطة صوبو قال إليه بس اسك إيمان سوحو سفرق قوضة صنقرطة habeen ka guriga loo hagaajiri duqeydi was ka meel kale aadayaan labada habeen saddexda habeen buu jeego iska tagi wixii markaa uu wadana meeshaas u dhigaaya waadamaad maqleysa gabadh heblad bal aroos haya gabadh heblad yaa aroos baraka ayadoo xamila waa laga yaab in la aroosabo ya dhici karta arooski dhaco oo qadiima dhaco xogo waxaas leenda mubaaraka ku sugan oo la dheereeyay in la keenay banaan tahay kolba dinaagtiisii xaaskiisa ay tahay waa arin banaan laakiin isdaba jiitanka ila hadaas ah waa laga yar qursan yahay هذا كل عرفه ونقطة نقطة عرفه إياه مرؤادنا عادة كي ولابن كقاب كان كراءة إن قبل النكاح هذه يمهر كذي وحدا ترسكون أما إسرائيل هالمرة دينا الجذبينا وحول يران في عنوي حول يران في عنوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاس كيسي أم المؤمنين أيوة أروس زينب فدعا القوم قوم كبو يري ويرى إمالة أنا سب الله دير ويدك ويرير فأصابوا من الطعام الرشين كبو عنين أو وكعنين ثم خرجوا وابحين انت بنيت دكي رجي والك عي عنده بدي العنيب سلا صار في عن عنده بدي العنو هلا بنيه مركا حجابنا مجرين قبل يقولي يا ذي بحري بالسوق البيئة مالك لو آدي مجرته قولي جوا قولي قولي يرويان مركا دربي جبين توجي كل جاي ذي سي أي حشاط لا بما نساو حشاط حشاط صند حشاط نسا الكاس يكون جرتاه ورشة كذا يا من قحن رجي يروح نم أو بطل يده وحشاط نسا ثم رجي وانت سبنا وابحين وبقي راح عند النبي صلى الله عليه وسلم دور قف وصدح يا ملاصة أي قصوا على قول النبي عليه السلام وكل وهاي شيء كذا قبل الله ذي فأطالوا حين المكثى شيء كذي النجاذي بدريين ولا مستأنسين الحديث بصدق صدق تيو ولا حنا تمرك دم به فقام وكسو يستعج النبي وهدي نبيك كل وهاي الرسول كان حشاد بضمها نما يصود وهذا إيو هذا صود وهذا وحلي هذا جرته أو سك سرباب في عنا صود وهذا معنا واسك كع سك كع أو توصل معها قفكو الله غير باعيا مرك صود وهذا إيو وحصل النبي عليه السلام وكحش هذاي فمركب واسكف فديين مركب النبي يقول حوضة معين وتصبل إنه حردهم أي إنك عاري طيب فقام النبي كعي عليه السلام دينك يقول يا رب هدوك عي هذه نصيفة إذا معها فخرج وابحي وخرجت وابحي بولي أنس سأل الله سعود وقادمك
لكي يخرجوا نبي يقول لكم بحي وحكى لك مربو إنا إسقرتار بحام الربا فمشاء حقوب السعودي فمشيت نوعا وان لسعودي حتى جاء إلى وكتك عتبت حجرة عائشة قول لي عائشة الباب كيدي أيو قاري نبي عليه السلام قول لي النبي واسكو ذا دوائين قول لي عائشة أيو الباب كيدي قاري ثم ظن وحيو مريي أنهم خرجوا إنا بحين انتو عائشة كورك السلامي ويضن أي بريد السعودي تريكا ورنير كادي أي سؤال لابتي وأنت صوب حين بس هو نقض فرجعوا وسؤال لابتي ورجعت معه أنا وصباح النقضي حتى دخل وصقل على زينب يودي أرصد زينب انت جحشيت فإذا هم رجع جلوس وربوا فديان بق جلبة إزقش وش يقصر يعني فرجع أنا وقال لابتي أنا ورجعت أنا ونقضي حتى بلغ عتبة حجة عائشة عشان الباب كذي رتيسي بقول دلك جاري وظنوا الحكومة لأنهم خرجوا هذين بحين فرجعوا وسؤال لابتي ورجعت معهم فإذا هم قد خرجوا مركز الدحات رواية قار أي بحيرة ذين فضرب النبي صلى الله عليه وسلم وحود سيداي أنا سوحو ربا قرقي ونصير القرى إلا تقل هذا وصل الجوء النبي إلى الخدمة وربها انكراي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني أنا وبينه وسترة أنا يا ساقة أسطر يا مرأي قندوب أي نبي سيداي وأنزل الحجاب آيات الحجاب نور سودك فسألوهن من وراء الحجاب لي ذلك هذا أنا صور نقال لي أمر بسودكي أسجل المرضى أيضا هكا حجاب هو الرئيسي بوليه أنس بن مالك رضي الله عنه حديث صحيح ويان باب العورات الثلاث عورينك سدح لها عورينك سدح لها وحلقة وضعها يعني أوقات ده سدح لها إيه دادكو إسكا داريا رايستان دادكو أي داريا رايستان عورات وضع لغا يابا إنا يديو صوبة يوسي مريبا دلو قاتان مجرتو حلقة مركا إن دادكو أي كفير صدان إنا دادكو أقران إسكا إلاليان إذا لاينا إنا قرين حتى كوي قرابة ده هاي كوي لدلي إيو كوي خدم كايقورك شغير إنت بحتا وسوقلين سدح لها حلي إذا لاينا مسوقلكو حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن الشهاب عن ثعلبة بن ابي مالك القرذي انه ركب الى عبد الله بن السويد بوفوري يعني قاديد بوفوري حق سؤالي اخي بني حارثه من الحارثه هي سير وسوى يديرايو عن العورات الثلاث ثلاث عورات القران هو شيء سبحيه وكان يعمل بهن وكعمل فلجري ممكن لي يراهده عبد الله بن السويد ثلاث عورات كانوا كعمل فلجري ان لا سو قالوا ديد جري اذا الان حتى عرورتيسه فقال وحيري عبد الله بن السويد ما تريد محادي كدونيسا محادي ويدينيسا ثلاث عورات من يسكن رقم الرطا مس اقول يا ثقافه بكاتا هذا ثقافي حب برتا اسكو غاتو فقلت وحان اريد ان اعمل بهن ان انك عمل فلان ربا الى شرعه واسيدا وحا لا ربا برشده كعمل فل با لا ربا اي اقونيان يا ثقافي ثقافي مثقفي قب ان نقطون وجددوا معها فقال وحيري اذا وضعت ثيابي انا دركيغا مركان دغتو من الظهيره حلقه حرمده إلا هرسنا يا دور كي قرحت كلوش هاي حل لقى مركان مركي قدقته لم يدخل علي يمسه قال يا أحد قف من أهل الرير كي كمدة بلغ الحلوب قان جار جاري إلا بإذن إنا أيوه مموجين إلا أن أدعوه إنا أيوه مموجين فذلك يريد أسنا إذنه إذن كي سوي إنا أيوه يرى أيوه مموجين قف أهل كي جاو عرورته إذا قان جار يمسه قال كرا وعرورتي سيوهد قف كلا ماشي محظم أنا نسا مسه قال كرا إنا أيوه ما أيوه مموجين وذلك إنا أيوه رنا إذنه ولا إذا طلع عمرك اللبان وحوي إذا طلع الفجر وهذه هدوب بريو أو تحرك الناس تذكي وردي وردي كك عار ولا رقاقه إلى حد يقدر اللي مسه وجري كره حتى تصلى الصلاة إلى صلاة سبحان الله تكذو حلا جاه وردي لك عي على الله ما لسك دقي هذا نرك لقاط قاضنا يا حلا جاه اللي مسه وجري كره مركز هذا عد ولا إذا صليت العشاء عشية دابا تكذو وضعت ثيابي نركي عن سك دقي إلى نركي القبائل الأول اللي بيسرى مقال الأول حمراه لوصا حم هاي نركي عن سك دقي هل جو حساس وكلام مرا وحاسوس كقبا قفكي أيضا اللي مسوا قريك حتى أنا ما إلى أن كسر حظه حديث صحيح الاستناد وياه باب أكل باب حكوسة بسنية هاي بس رح بعد من يا أوكا هاي دم حيد يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم صبر مركز الدع وقت ويان ددت كايا جه سجلد وذا إماش كوضع قبل بتاعهن وإني سجلد ترى إني خدمة ليس عليكم ولا عليهم جناح بعده ضوافون عليكم ليه كوا جا حليها سكيل عليه حليها سك دورة وأنا توبر المو إنه كتبر تعالى ربع إنه قلوا يهودي أبيه عدا ضو ونسك سجلد المر والباب إلا وحيانا الله بانين يا دعي كارتينو إناك قد عان أو أركو مركو إنو إذا قاطو وقلقوا إردك إستاغو أياه في عان بابو أيوه يرهد الوسي تربيين وسيفي عان بابو أكل الرجل
نينك او عنا ما عمره تناتي سي لعنا يعني نينك اي حاس كيسا وحوا وضعوني كران وي وضعوني كران كو ودتك اجانب تاسي مايا ودتك اجانب تاه جيان كيسكو ايز قرسان كرو يا اجانب الله هاي المعذيرتي او كاي المعبتقي المعبرات ايو وحا قرابة قرابة دو دن اجنبي اكا بسو كيان مكي لغاه الله يشرعيقا خلوضا يتابشا دا يسألقا انت واسكا مدوي. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعب بن كدام عن موسى بن ابي كثير عن مجاهد عن عائشه رضي الله عنها قال حيتري كنت وحانها اكل تي عنتا مع النبي يوم عيسى عليه السلام حيس 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 هو نوع عنتا لسكو دردار تمير اي الصبك اي وحوب وحوب لسكو دردار وي عنتا النبي لعنا فمر عمر عمر بن صام مري فدعاه النبي قال ويا ريف اكل ها سلسه وادبت السلام قال هجرت وحي الله يستلم وضع عنه وحي الله يستو الا وضع عنه هذا البجت كوكو بجري غدا لو كوكو متلا قرين وحبا ما صح معها غدا لو كاهر دعضي كاهر دعضي هديبا تالا اولي الله عنين ان لو دقع الشدق عانت دعامل اثنين دعامل واحد يكفي الاثنين ودعامل اثنين يكفي اربعة فاكل واعني عمر باصوا الله ياري والله عني عنده لقلي هذا دوال كي يراق عانت لو دقع الشدق عايشة ام المؤمنين نعبك قجرتها ولي حجاب كي بس يودقين هذا كي سيدي هوري عسكي يهينو ايو اس اركايون حجاب كان دذاني لو ذلك اني وراء الحجاب كان صلاح الله انت بجرين فاصابت يده عمر قعنتي سو حي طابتي اسبعي فرتي ذا يا عائشه والكي يد قعد لو لقرين هاي يا فراس كت يا طابتي سو كس وكسين او انقصد هين فقال عمر بو حير حس حس ابو يد حس بعقل انت كه او كلوي وكه او كلي واحد كلل او دب او كلا اما قدح او كلا او كحنوجناي او سي دغدغه كو دحا سي دغدغه او غو تلقرين كو دحا وحال حس ورك ورز واحد كلو افكار كسو بخي مجرت ah waa ku boolo garabsanta maskaxdaada wax markuu ku mudo jah baadii markaa inta aad markaa kadib balaga bismillaahir rahiim iyo sheeda iska naarto laakiin markuu horeysa xanuunkaadaasa waxa uu baka maartay halmaasiray hasabu yiri law taa'u hadii li yadaa'i laha fi kunna idinka haweenkii zawjaadka nabiga oo hadii aniga xaqiina taladeeda la maqli laha ma ra'at kunna inama aragteen aynun il inama aragteen hada aniga li yadaa'i laha lay maqli laha إلا إنما عرقتنا وإن حجابي لها بوير عمر وحياله قصي هذا بك بذات يا رسول الله إن أهوانك النبي عليه السلام قال لي وحير وحالله الله البر والفاجر مد بر مد فاجر أنت والله لي فلو حجبتهن هذا حجابي لهت فنزل الحجاب حجابك أسود هذا وحن صومر إني أنا صوره أنا أواق ومضان السياسة كزود دكتي مالك آية واحدة أكثر من سبب النزول وهي الهنكرتها هل آية ذا يا أنت هذا الصواب الهنكرتها صوت أنا كزود دكتي صوت أنا كزود دكتي حديث صحيح ويانو نسائي في الكبرى ضبراني والأوسط الصغير انت بقصص صاري وحديث صحيح للسنة هذا قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويزة قال حدثنا خارج بن الحارث بن الرافع بن المكيف الجهني عن صالح بن صرح بن سرج مولى ام صبية بنت قيس وهي خولة ويانة خولة وهي جدة خارجة مولى ام صبية ليه وهي جدة خارجة ابن الحارث خارجة بن الحارث ايه ذي سوي أنه سمعها وحوم على جدلا ستقول له اختلف يدي قعنت يدي وحاس دمرتي ويد الرسول النبي قعنت يسأل دمر مريس عليه السلام فينا واحد هالويلة ومرة سأل قعنت قشنا وقاضم مرة أنا قعنت قشنا إذا مرين وصاص حديث قصي حول السنوات وأنا قبل نزول الحجاب حجاب كنت نسود كوروي والله على بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.